عندي معناها عبيد نعرفها يعني كيما نقولوا صاحبته تصرف عليه مش هو يصرف على روح. النهار كيفاش يعدي يعدي يخرج الصباح صاحبته تخلص عليها قهوة، صاحبته تخلص عليه فطور، ما يخدمش معناه جوست هكا يضيع في الوقت ويدبر صاحبة أخرى تصرف عليه وعادي معناه. قحاف نقولوا. يا حلا هذيا قحاف كلمة كل يوم نسمعوا فيها معناه. هكاك والله رأيي وليد عمي برا شد خدمة. كون روحك بروحك ما تستنى حتى طفلة باش تصرف عليك. خاطر ما نعرفش أنا، الراجل مانيش ندور له على فلوس ورا، كأنا كالبنات الآخرين برشا معناها يمشيوا للراجل على خاطر فلوس، فهمتني؟ أما كأنا راه ما يهمنيش في الفلوس جملة، أنا فلوسي معناها ملي عمري 14 سنة نخدم على روحي، ما يهمنيش في الفلوس، فلوسي مستقلة صحيتك، نعيش لا ليبرتي أنا ومخي فهمتني؟ فلوسي نجيبها وحدي ما نستناش هذاك باش يصرف عليا، أنا سامحني أمي تعطيني دينار، نشم على روحي، أنا في العمر هذا 19 سنة أنا نعطي لأمي مش أمي تعطيني، فهمت؟ باش تجي أنت تقحف طفلة ولا تاخذ من عندها فلوس، ما تجيش، هو نورمالمون يصرف على روحه ويصرف على داره وعلى أمه كذا أخته، عادي معناها مش يجي قحف البنات، بالعكس يعني. والبنات الماتيرياليست شنو رايك؟ ربي يهديهم وكها. خاطر يحبوا معناها المظهر برشا ويحبوا كيما نقولوا يفيسوا برشا فهمت. فما بنيت حليل هذيكم نقول لهم ما يشوفوش الرجل على فلوس ويشوفوا الرجل على رجوليته، ما يهمهمش معناها فلوس مش فلوس عادي معناها. مثلا تلقى واحد تو عنده فلوس واحد ما عندوش فلوس، اما اللي ما عندوش فلوس راجل الاخر حاشك ماهوش راجل فهمت. انت باش تميل للاخر اكثر، الفلوس تجيب طبيعتها من بعد عادي معناها. يتقدم لك تويكا شخص انت تحبه لكن هو فقير، وكيف يتقدم لك شخص انت ما تحبوش لكن هو لابس عليه وفيه مقاومه الراجل باش تعيش معاه. انا كي باش نحبه معناها باش نكمل معاه حالة عادية باش نقبله معناها فهمتني. بعديك تحلها ربي فهمت، ما يهمنيش فيه اسكو عنده فلوس ما عندوش فلوس ما يهمنيش فيه فهمت. اما من بعديك تنتفاهم انا وياه خاطر انا زيد نخدم ولي هو يخدم معناها نولي وزوز نخدم ونهزوا بعضنا يعني. مش لازم يكون هو عنده فلوس يعني باش نقبل بيه، لا لازم يكون راجل قبل ما يكون عنده فلوس. فما عبيد عندها فلوس وما ماهيش رجال سامحني في الكلمه. كيفاش ماهمش رجال ولا كيفاش يعني راجل؟ سامحني انت ياخذك يعني بعديك يطيشك يبقى يخزل لهذيك وهذيك خاطر ولاد تو الكل معناها يهتموا اللوك نتاعك والمنظر نتاعك، ما يهموش انت شنيا معناها، يهموا جوست في اللوك نتاعك ومزيانه ولا كلش هكا ولا هكا باش تبع غيرك، في اللفه واش تبع غيرك معناها سواء مزيان ولا ماكش مزيان، فهمت؟ وانت كيفاش تنجم تختار الراجل معناها؟ انا نختار راجل معناها، فهمتني؟ راجل في القول والفعل، مش لازم راجل بفلوسه يعني، فهمت؟ عاد والراجل شنو ما حسب رايك الحاجات اللي يختار عليهم الطفله؟ والله تربيه، اخلاق، زين، تنجم تكون تخدم زياده عادي معناها. كلهم مع بعضهم يحبوا المواصفات الكل، مش تبدا عريانه قريانه وتعمل فيهم الكل ومن بعدك يجي اخوها، لا هو يقول لك باش نشوفها انا كيكه، ما دام شفتها انا كيكه معناها الناس الكل شافتها كيكه، يعني علاش ناخذ فيها انا هذيك؟ يحب لك وحده مثلا متحجبه ولا وحده عاقله ولا مش معناها كالعيرود ولا الشيطانه ولا ليه، بالعكس تبدا طفله محليها وفيها المواصفات نتاع المراه الكل معناها، كي يشوفها حتى صغيره في عمرها وكبيره في مخها يزي فيه البرك. يعني اللبسه عندها دخل؟ لبسة باز عندها دخل. كيف هل سبق انت انه صاحبك قبل قال لك خاطر كنتي تلبس روب ميني ولا حاجه دونك انت ما عادش تحكي معاه؟ انا ساعه مش ديما نلبس روب ميني، انا بريسك خاطر اليوم معناها نخدم على ذيك البس روب ميني وديجا ما مشيتش نخدم على ذيك فهمتني. انا ما نلبسش روب ميني، ديما سبورتيف، ديما جين، ديما من كيما نقولوا نحنا ما نعاديش ونقاديش، انا ما عجبتني روحي كأنا فهمت. انا بلي نلبس حمد الله ومستوره فهمتني، قليل معناها نلبس كأنا تعجبني حاجه هذيك نمشي نلبسها، اما مش عريانه خاطر عندي خواتي رجال ونعرف معناها فما حاجات ما تجيش. خواتك ما يخليوكش تلبس القصير؟ لا مش هما ما يخليونيش، انا نقدرهم وما نلبسش القصير فهمتني، ما يهمنيش انا معناها يخلوني ما يخلونيش، هما بطبيعتهم ما يحبوش العباد تخزر لي دراكي فيش، حبوني انا محليني ومتربيه حتى لتو راني محليني ومتربيه خاطر خواتي رجال ونقدرهم وقبل كل شيء معناها. اوكا يعني الطفله تويكا كيف تلبس القصير تولي ماهيش متربيه؟ لا فما عباد تلبس القصير ماهيش متربيه، هي كأصلها حتى في اللونجاج نتاعها تلقاها ماهيش متربي. فما عباد ليه معناها يحب نيو لوك كيكه معناها تحب معناها تفرح بروحها كيما نقولوا نحن عادي. فما عباد ليه فما هما كيكه ويلبسوا كيكه في طبيعتهم كيكه يعني ما على بالهمش، اما نحن ليه عادي. فما عباد محليها على خاطر تلقاها لابسه روب مينيو متربيه ومحليها وبنت عائله معناها. انت على بالك معناها؟ انا لي مش على ذلك، انا قلت لك هاني قلت لك كيما اليوم ظروف تاع خدمه معناها حتمتلي باش نلبس ونمشي نخدم، ما مشيتش لا فهمت.
بنزوكش في الشارع وانت لابسه روبه هكا؟ لا والله حتى لقيت وانا مشي حتى كان بنز ما يمنيش فيهم يعني حال عادي. لو كان صاحبك يقول لك لا ما تلبسيش الروبه هذه، انت الخدمه طالبه منك تلبسها، لكن صاحبك قال لك لا. والله انا راي مخي هكاك ما يهمنيش فيها وشنو يقول، هو نورمال ما في الاخر باش يقف معايا انا ومخي يعني، مش باش يجي يعاركني على حاجه كيما كي وما تلبسش هكايا ولا بالعكس نورمال ما يفهمني انا مش ديما خاطر نلبس هكا مره في الفيل يعني فهمتني عادي، باش يجي يقول لي هو فيها ليه المره هذيك عاد على الدنيا السالي.